شهد الزعيم الشيشاني رمضان قدروف وهو يقود شاحنة سايبر تراك مغطاة بالفولاذ في جولة هادئة حول قصره الرئاسي، قبل أن يقف خلف الرشاش المثبت على سقف السيارة مبتسماً ومرتدياً أحزمة ذخيرة على كتفيه وصدره. وقع قدروف في غرام هذه الشاحنة التي أنتجتها شركة تسلا المملوكة للملياردير إيلون ماسك، وأشار إلى أنه سيرسلها لمناطق الصراع بأوكرانيا بعد اختبار خصائصها والتأكد من فعاليتها. وقدروف الذي نشر المقطع عبر قناته على منصة تيليجرام متباهياً بقيادة الشاحنة الفاخرة، أشاد بماسك ووصفه بأقوى عبقري في العصر الحديث، قائلاً إنه ينتظر المزيد من منتجاته. أعبر عن خالص امتناني لإيلون ماسك، وهو بالطبع أقوى عبقري ومتخصص في عصرنا. إنه رجل عظيم، شكراً لك. تعال إلى جروزني، سأستقبلك كضيف العزيز. ولا أعتقد أن وزارة خارجيتنا الروسية ستعارض مثل هذه الرحلة، وبالطبع نحن بانتظار تطوراتك الجديدة التي ستسهم بإنهاء العملية العسكرية الخاصة بنا. سرعان ما نفى إيلون ماسك في حسابه على إكس أن يكون قد أهدى قدروف الشاحنة، وصفاً أمر الهدية بالجنون. وهذه ليست المرة الأولى التي يزج فيها اسم الملياردير الأمريكي في الحرب الروسية الأوكرانية، ولعل آخرها بعد التوغل الأوكراني في منطقة كورسك، إذ اتهم ماسك وشركته ستارلينك بتوفير خدمة الاتصالات عبر الإنترنت خلال الهجوم، علماً بأن ستارلينك اتهمت سابقاً بتوفير خدماتها للقوات الروسية، وهي تهم نفاها ماسك.